وخلال مداخلة هاتفية لنشرة الأخبار، أشار سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن بيان البحرين الذي ستقدمه خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى سيركز بشكل كبير على جهود القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف التنموية. البحرين راح تطرح أو تستعرض بيان رسمي بيتضمن إن شاء الله ما أنجزت المملكة في 7 أهداف تنموية من 17 هدف. طبعا لما نقول إحنا 7 أهداف تنموية ليست كل 17 هدف إحنا معنيين فيها، ولكن إنما هذه من أهم الأهداف اللي تم استعراضها ويركز عليها المنتدى السياسي رفيع المستوى. وطبعا الأهداف هذه راح تتناول ملفات جدا مهمة مثل البيئة والتعليم والرعاية الصحية والقطاعات السياسية والاقتصادية والإسكان. وطبعا هذه يأتي استكمال حقيقة لما قدمت مملكة البحرين في تقريرها الوطني الطوعي الأول العام الماضي تقريبا في نفس الوقت في جولاي، واللي في الحقيقة استعرضت البحرين في تقريرها بكل تفصيل إنجازات ضخمة يعني حازت على يعني استحسان وإعجاب الكثير. وأبرزت أيضا في تقريرها آنذاك يعني اللي سوت الحكومة وتمكنت من إنجاز 78% من تلك الأهداف. هذا وأكد الحمر في مداخلته أن البحرين تولي اهتماما بالغا في المشاركة بالمحافل الدولية رفيعة المستوى، كونها تمثل فرصة لاستعراض تقارير الدول الأعضاء وجهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. هذا المنتدى، المنتدى السياسي رفيع المستوى جدا مهم. السبب الأول طبعا التزام مملكة البحرين بأن دائما تكون حاضرة في المحافل الدولية، والبحرين طبعا واضح أن لها حضور مميز في المحافل الدولية ولها جهود وفي تنفيذ أهداف التنموية يعني في مجالات يعني مجالات عديدة، منها مجالات المرأة والطفل وحقوق الإنسان والمجالات الاقتصادية والصحة والإسكان والمستوطنات البشرية والتنمية المستدامة وتكنولوجيا المعلومات، يعني مجالات عديدة حازت من خلالها أيضا البحرين على جوائز وعلى تقدير. السبب الثاني أن المنتدى طبعا راح يرفع توصياته إلى منتدى القمة أو القمة اللي راح يعقد إن شاء الله في سبتمبر المقبل اللي بعد شهرين الآن، وهو حدث مهم على صعيد يعني تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، راح يحضرون رؤساء الدول وبيكون على يعني اهتمام وتسليط الضوء من قبل العالم كله.